تجمعنا في البداية من فكرة المايسترو محمود محسن، وهو صراحة يعني زرع فينا حلم وطموح وأشياء ما كنا يعني نتصورها، فجمعنا والحمد لله يعني ما كنا متوقعين، بس الحمد لله مع الوقت يعني وصلنا لأشياء ما كنا نتوقعها. بدايتنا كانت في 2020، أول 2020، يناير 2020 تحديد. صراحة لنا الفخر أن نكون يعني بالإمارات، هذه ثاني مرة نتواجد في الإمارات، ولكن هذه أول حفلة لنا. كورال روح الشرق اللي يميزه أن حنا يعني الغناء ليس حكرا يعني على المتخصصين أو على النجوم الكبار، لا، حنا يعني فكرتنا قائمة على أنه إن كل الناس الموهوبة تقدر تغني، والروح اللي بيننا والصداقة والروح والألفة، هذه أشياء يعني الحمد لله هي ساعدت كثير في أننا ننتشر، والناس تحس بروحنا في يعني من خلال أنهم يتفرجون علينا بس يعني.